شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم عندنا إشكالية في العوامة اللي في الخزان العلوي، فهذا سلك العوامة نازل في الحوش، فنسوي فحص مبدئي يعني نشيك هل في تيار كهربائي أو ما في تيار. الدينمو حصان إلا ربع ثلاثة أرباع، يشتغل على 220. مثل ما انتم شايفين الحوش فيه فيشين، تيار مستمر تيار حسب الطلب، بس الآن ما يشتغل حسب الطلب بسبب ان العوامة العلوية اللي في الخزان فوق خربانة. فشيك الآن، طبعا خط 220، شوف الآن مو شغال، نشبك على هذا التيار مستمر يعني يشتغل باي فورس بالقوة، يعني مثلا شوف اشتغل طبعا اذا ما فصلت السلك راح يفيض الماء. هنسوي فحص مبدئي للفيش لان احتمال يمكن الفيش خربان فيتغيره ويشتغل معك الدينم او العوامة من خلال المفتاح الكهربائي هذا، تضغط على المربع المعدني، إذا ولعت اللمبة ففي مصدر كهرباء هنا موجود. تشيك على الفيشة لأن هذا خط 220 فلازم الفتحتين تشتغل تولع اللمبة، إذا ما اشتغل فيعني في إشكالية في الفيش، فتغير الفيش كامل ويشتغل معك الدينامو وكذلك العوامة. إذا هذه شغالة ومثل ما شغلته قبل شوي على هذا، فدليل واضح انه العوام اللي فوق اللي في الخزان العلوي خربانة تحتاج الى تغيير. فنشيك من خلال الفتحة هذه، ففي النهار احنا ما يكون واضح النور، فتدخل السكروب داخل كذا مثلا تضغط، اذا ولعت طبعا هي تولع معي بس في النهار مو واضح التصوير، فإذا اشتغلت معك فهذا الموضوع ان الفيش ما في مشكلة، المشكلة في العوامة. السلك البني جاي مباشرة من السلك العوامة اللي هو هذا، السلك البني ثبت هنا، والأزرق كذلك مباشرة إلى الفيش الثاني. طبعا الغرض من الفيش هذا انه عشان يعني تستخدمه في التنظيف، مثلا تبي تكنس الحوش او بتغسل او اي حاجه. مثلا المصدر الرئيسي للكهرباء للافياش اللي هو السلك الرصاصي هذا اللي جاي من الجدار مثل ما انتم شايفين، فمشبوك في الفيش الاول المستمر ومسحوب منه السلك الاصفر حتى يغذي الفيش الثاني، شفت؟ فمصدر الطاقة الرئيسي هو اللي هو السلك الرصاصي للفيش رقم الفيش الرقم الفيش الأول هذا، ومسحوب منه السلك أصفر إلى الفيش الثاني. فإن شاء الله يكون الصورة واضحة لكم. نركب عوامة كوندور ألمانية، سعرها في السوق يعني ما بين 40 إلى 50 ريال. طبعا يرتفع سعرها كل ما كان السلك طويل، مثلا طول السلك هذا الآن حسب ما هو موضح متر ونص، تحصلها في السوق ما بين 40 إلى 50 ريال. كوندور ألماني،
بس عيبها وحيد انه هو ما فيها ثقارة، تجيك قطعة بلاستيك هنا ثقالة بس مي موجودة، بس نقدر ممكن نشيل الثقالة من العوام القديمة ونحاول نركبها على العوام الجديدة. خلف العوام يوجد كتيب إرشادات موضح فيه بشكل كامل طريقة التركيب، ففي يعني شرح مبسط اللي هو هذا، مثلا الوضعية اللي على اليمين اللي هنا مكتوب بلاك وبلو، هذا إذا العوامة نزلت تحت تشتغل، وهذا اللي نبيه إحنا، هذا يطبق في الخزانات العلوية. الطريقة اللي على اليمين للخزانات العلوية اللي فوق البيوت، والطريقة اللي على اليسار للخزانات الأرضية، الخزان هذا مثلا الأرضي العلوي يطبق عليه الطريقة الأولى اللي هو التشبك السلك الأسود والأزرق اللي هو هذا أسود وأزرق، هذا الخزانات العلوية. الخزانات السفلية اللي في الأسفل تشبك البني مع الأزرق اللي هو هذا، لفيت عليه تيب أنا، هذا البني مع الأزرق الخزانات السفلية، أما الأسود مع الأزرق الخزانات العلوية. أتمنى تكون الطريقة واضحة. طريقة التركيب واضحة على الكتيب الإرشادات. هذه العوامة القديمة طبعا، الدينامو مشبوك الآن في الفيش اللي في الحوش، بس مثل ما انتم شايفين الآن، شوف هي كذا مهروض تشتغل وكذا تطفي، فمثل ما انتم شايفين الآن أحركها يمين يسار فوق تحت ما تشتغل، فأعتقد أنها خربانة، والثقالة هذه الصفراء راح أشيلها وأركبها في العوامة الألمانية، إن هذه عوامة صينية فيجي منها زي الشكل عوامة إيطالية. نبدأ نفك بعدين السلك ونشبك. أثناء تشبيك السلك نبدأ نفك التيب القديم والسلك القديم، فتحاول تكون لابس يعني دساسات أو جلوبز حتى يعني في حال لا قدر الله كهرب ما يصير فيه التماس. أثناء إزالة التيب القديم اتضح أن مثل ما أنتم شايفين في لون بني على السلك، وهذا في حرارة زايدة بسبب أن السلك أثناء التشبيك في المرة السابقة كان بطريقة عشوائية يعني، فراح أركب عليها الكونكتر اللي هو هذا القطعة، هذا الأفضل يعني برغيان من الجهتين، فحيكون التشبيك بطريقة أفضل زي كذا يعني. بعد التركيب راح تكون الصورة واضحة، فهذه أفضل طريقة لتشبيك الأسلاك. سويت تشبيك مبدئي حتى نشوف هل العلة في العوامة أو في شيء ثاني، فشبكتها بشكل مؤقت على العوامة الألمانية، فنخليها تنزل، إذا نزلت يعني يشتغل على طول. بسم الله، شوف اشتغلت. هذه العوامة القديمة، نبدأ نشيل العوامة الثقالة من العوامة القديمة ونركبها في العوامة الجديدة، بس تسحبها. كذا ركبناها خلاص. كذا امورك تمام.
طريقة وزنية العوامة مثل ما انتم شايفين، تحطها من أعلى الخزان إلى الأسفل، يعني قبل يعني المصدر الرئيسي للمياه اللي هي الماسورة الكوع هذا، فتخليها فوق شوية، شيء بسيط. بعدين تخلي الثقالة في نص المسافة الكلية، يعني تقسمها بالنص. الآن بعد وزنية الثقالة مثل ما انتم ملاحظين اللي جاية بالنص، العوامة الجديدة في الخزان. أول يكون السلك، طرف السلك معك، تدخله مع الفتحة اللي تشوفون هذه من الداخل، تسحب السلك بعد ما تطلع السلك، تسوي عقدة زي كذا حتى السلك ما ينزل تحت، فراح تكون العوامة مثل ما انتم ملاحظين، يعني الثقارة على حد الماء. نبدأ الآن بالتشبيك. طبعا راح نلغي السلك البني لأن ما لنا في حاجته، هذا خاص بالخزان السفلي الأرضي اللي في البيت، فراح نلغيه، نلف عليه تيب. نبدأ الآن بإزالة الأطراف السلك القديم باستخدام الزرادية، وتأكد أن الزرادية تكون معزولة حتى ما يكون في التماس كهرب، لأن السلك هذا فيه تيار كهربائي. نزيل الأطراف القديمة ثم نبدأ نركب التوصيلة. بعد إزالة الأطراف القديمة راح نسوي بهذه الأداة، نسلخ رأس السلك ثم نبدأ التشبيك باستخدام هذه القطعة. نبدأ تركيب الكونكتر أو قطعة التوصيل. طبعا تحاول تخلي البراغي من الجهة الثانية نازلة، يعني تحت زي كذا، يعني نازلة مسكرة الفتحة، حتى إذا دخلت الكيبل من هنا تكون مفتوحة، حتى إذا دخلت السلك اللي تشوفونه هذا الآن ما يروح يدخل على الجهة الثانية. الجهة الثانية راح أركب فيها سلك العوام اللي هناك، فجهة يكون البراغي نازلة وجهة مرتفعة، تبدأ عاد التشبيك. شدينا على السلك اللي جاي من الحوش، ما شاء الله شغله مرتب، فنبدأ الآن برفع أو فك البراغي حتى تطلع فوق، ثم نركب سلك العوامة. ما شاء الله كويس. التشبيك الآن مثل ما انتم شايفين، السلك الأزرق مع الأزرق والأسود حق العوامة مع البني اللي جاي من الحوش، يعني ما شاء الله شغله مرتب. الأزرق مع الأزرق والأسود هذا مع البني. بعد التشبيك وقبل ما نلف التيب، يعني تجربة نهائية للعوامة، نتأكد هل هي تشتغل أو لا. بسم الله، هذه العوامة إذا نزلت تحت تشتغل. أيوة اشتغل. نجرب نطفيها.
وقف الماء نزلتها تشتغل. هاي نرميها في الخزان. خلاص وقف الماء. ايوه نبدا الان لف التيب. كحماية افضل للتوصيلة من الامطار والامور هذه، فبلف عليه كيس، ثم بعد ما الف الكيس الف عليه التيب، كيس نايلون زي ما تقول مادة عازلة. لفينا النايلون على قطعة التوصيلة والكونكتر، فنبدأ نلف التيب. إذا عزلنا السلك يعني بشكل كامل وبطريقة حلوة، يعني إن شاء الله ما راح يكون يعني في التماس، إن التوصيلة هذه تمنع حدوث يعني الالتماس والحرائق لا قدر الله. فالسلك راح يكون مشدود بأربع براغي، من برغين من اليسار وبرغين من اليمين، فالأمور إن شاء الله طيبة. طبعا العوامة دي تم تغييرها قبل تقريبا سنة، أكثر من سنة، وخربت وغيرناها بالعوامة الألمانية. يفضل تركب تيب أسفل الثقالة القديمة حتى ما تنزل، لأن لاحظت مع مرور الوقت تنزل الثقالة شوي شوي، فالأفضل تضع تيب تلف على السلك حتى الثقالة ما تنزل من الأسفل. تم استخدامه في تركيب العوامة مثل ما انتم شايفين، مفتاح كهربائي عادي يكون صغير زي كذا، حتى تقدر تركبه في الكونكتر الصغير هذا، والأداة اللي تستخدم في صلخ السلك أو في عزل السلك، وقطعة الكونكتر هذه الجميلة الحلوة ذي. طبعا يجي منها مقاسات، في مقاسات كبيرة وفي صغيرة على حسب رغبتك، وتيب أبيض وزردية وغلافز يعني للحماية بعد الله، يعني التماس كهرب تكون لابس الجلوفز او الدساسات يكون افضل لك اثناء التركيب او تشبيك الاسلاك. ولا تنسونا من الدعم والاشتراك ونشر المقطع حتى تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.